ده كان أهم كلام الجرايد عن النادي الأهلي. دلوقتي هنروح نشوف أخبار النادي الأهلي لكن من على مواقع الإنترنت. الموقع الرسمي للنادي الأهلي مرجان يؤكد على طرح تذاكر مباراة الترجي الأربعاء. بوابة الشروق الأهلي الشناوي جاهز لنهائي أفريقيا. يلا كورة، الأهلي يدعو الجمعية العمومية للإنعقاد يومي 23 و4 الميزانية. اليوم السابع الأهلي يدخل معسكر مغلق والترجي يصل برج العرب بطائرة خاصة. وزير الشباب والرياضة يطمئن على أهلية الترجي. كورة، الأهلي يحارب إجهاد فتحي قبل موقعة الترجي. الوفد رسم الأهلي يعتمد أسعار تذاكر نهائي أفريقيا. الوطن سبورت، الأهلي يغرد في صدارة تصنيف أندية أفريقيا والزمالك يحتل المركز الـ15. موقع الصريح أونلاين التونسي، أنباء عن مشاركة الجريدي كأساسي أمام الأهلي والشعباني يرفض الضغوطات. برغم تعويضه ببن شريفة في مباراة الهمهامة، رامي الجريدي الحارس الأساسي ضد الأهلي. موقع قناة تونسية، الترجي الرياضي اليوم ندوة صحفية للشعباني للحديث عن مواجهة الأهلي. موقع فوت 24 التونسي، الأهلي المصري التونسيه.